السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة أبو يوسف للوصفات الطبية. بإذن الله تعالى اليوم سوف نوضع موضوع مهم جدا، اللي هو إيه؟ خلطة لتفتيح الوجه والجسم بالكامل وإزالة آثار الحبوب اللي في الوجه، وإيه تاني؟ وإزالة التصبغات اللي في الوجه. الوصفة دي طبعا بتعطي نضارة وبشرة ممتازة جدا، وبتعطي للوجه لمعة طيبة، والوجه يكون متفتح ونضارة حلوة جدا جدا، بتخلي الوجه مثل القمر. أو والله طيب خلينا نروح ونتعرف على الوصفة. طبعا المكونات عبارة عن، هنجيب يتم تحضير برتقالة، هنجيب برتقالة وهنجيب ليمونة كبيرة. أول شيء بعد ما نجيب البرتقالة والليمونة، يتم تقشير البرتقالة والليمونة، تمام، وبعدين نقطعهم نظام شرايح، يتم وضعهم فين؟ في الخلاط، ونضربهم في الخلاط. بعد ما نضربهم في الخلاط، هنجيب اللي هو الخلاط نفسه وهنصفي، يتم تصفية ايه؟ المكونين، يتم تصفيتهم اللي هو ايه؟ البرتقال والليمون. هنصفيهم، هنجيب قطعة من الشاش او مصفى، بعدين نصفي ايه؟ الخليط اللي احنا حطيناه في الخلاط اللي هو البرتقالة والليمونة، تمام؟ بعد تصفية المكون هيكون طبعا نجيب ملعقة ونمزج البرتقالة مع الليمونة، يتم مزجهم كويس. بعدين هنجيب ملعقة من زيت الزيتون، ملعقة من زيت الزيتون يتم وضعها على المكون اللي احنا عملناه اللي هو البرتقالة والليمونة، وملعقة زيت زيتون، وملعقة زيت لوز حلوة، وملعقة زيت لوز حلو، وملعقة من فيتامين، زيت فيتامين اي، زيت فيتامين اي، وهنجيب ملعقتين من جل الصبار، ملعقتين من جل الصبار، تمام. بعدين يتم خلط المكونات جميعا. بعد ما يتم خلط المكونات جميعا، هنمسك المكونات دي طبعا بعد ما عملناهم بالملعقه مزج كويس، مزجناهم كويس، يتم وضعهم في الخلاط، عفوا يتم وضعهم في الثلاجه. بعد ما نحطهم في الثلاجه في برطمان محكم، هيوضع في الثلاجه لمده ساعه او ساعتين، هيكون يعطيك كده، هيكون ايه؟ قوام متماسك. بعدين بعد الساعتين او ثلاث ساعات، طبعا احنا دلوقتي عايزين نستخدم المكونات، تمام؟ مثلا انا عاوز احطه على الجسم كامل او على الوجه، هنجيب طبعا طبق يكون فاضي، وناخد ملعقه من الخليط اللي احنا عملناه ده، ونوضع عليه نصف ملعقه من النشا، نصف ملعقه من النشا، ونضربهم برده كويس. بعدين يوضع ماسك على الوجه، او اذا كنت عايز تعمل للجسم كامل ما عندكش اي مشكله، يوضع على الجسم، لو انت عايز تعمل على الجسم كامل او على الوجه، ساعتين. وبعد الساعتين طبعا هنفرد ساعه او ساعتين، بعد الساعه او الساعتين خلاص افرك المكون كويس، افرك الماسك اللي انت عملته وفردته على الوجه او الجسم، افرك وفرك كويس، واغسل جسمك او وجهك بماء فاتر. شوف النضاره والبشره بتتفتح ازاي، وادعوا لي. والله من اجمل الوصفات لتفتيح البشره وازاله التصبغات والاسمرار اللي في الوجه، ومن افضل الوصفات، تمام. بعد ما تستعمل الوصفه، تجيب لو كانت الوجه نفسه قطنه مبلله بماء ورد، قطنة مبللة، وامسح بها الوجه، وشوف البشرة، وشوف النضارة، وشوف البياض، بيعطيك وجه مشرق ولامع. ولا تنسوني من صالح الدعاء. وكان وصفتنا اليوم عن إزالة التصبغات والإسمرار وتفتيح البشرة ونضارتها وطاقة اللمع. كان معاكم أخوكم ومحدثكم
أبو يوسف للوصفات الطبية. أحبكم في الله، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وكومنت جميل زيك يا عسل.